شوفك شي مسال لعل وعسى شوفك شي مسال يا أحلى الصبايا ست النساء ضمك بإيدي والعيون علي ضمك بإيدي والعيون علي وتقول الخبر ضمة وبوسة لعل وعسى شوفك شي مسا بشرار العسل بكره رح بيقولوا عنه عنده خجل يخرب دوم خب اللولو بشرار العسل اللولو ما بيتخبى وحياة اللي بحبه اللولو ما بيتخبى وتقول الخبرية ضمة وبوسة. يعطيك العافية سعيد. مين جاي تشوف الليلة؟
لعل وعسى اشوفك شي مساء. بشوف كل اللي بيشوفونا يعني، مش بس مش ذات اهميه انه تكون واحد اللي عم ببوسها يعني. سعيد بعدين مع العالم يعني. بعدين مع الدبلوماسيه تبعتك بعدين جايين لموضوع البوس مع استاذ حسام على اهلك. عم بوس فلسطين وبوس العراق وبوس كل المحلات اللي احنا بدنا اياها. دبلوماسيه يلا بنمر لك اياها. وبوس الوالده اخرى الله يخلي لك اياها. بوس كثير ناس صدفه. طيب ماس شو قال عادل امام؟ فاتحين مبوسه ظاهر فاتحين مبوسه بالضبط. فكي لازم. خلينا نبلش مع اللي فتح الموضوع اليوم استاذ حسام. مين اللي انت فتح الحمال؟ انت تحمل المسؤوليه. انا اذا على البوس بعطيه ماجستير بوس. اول ما دخل هيثم سعيد ايوه بعديه هيثم دخلت هيس. اول ما دخل سعيد حسيته داخل مسوي هيك والله ما بسقف ولا ما بنبسطش الا اشبعه بكساف. ولما بلش يغني قلت لا معناته بيمزح. بصراحة كل هالفرح اللي عندك، كل هالإحساس العالي اللي عندك، كل هالشاعرية، أنا تعاطفت مع الأغنية موضوعاً منك. طب ليش بدك تضربني بتطلع فيه هيك؟ أنا هيك كمان زيك. إيه؟ أنا كمان زيك. الأغنية يعني عملتها نتفت قلبك. حسيت فيها يعني ما كنتش هذا مهم جداً. بس بدي أحكي لك شغلة واحدة، حرف الكاف إلك ولكل المشتركين، قارئي الأخبار، المذيعين، المطربين، الفنانين، حرف الكاف هو حرف التخصيص، ممنوع يروح. بحبك، ببوسك، ببوسك، بحبك. الكاف عم تسقط معاكم يا جماعة، انتبهوا على حرف الكاف ليوديك في داهية. نبدأ نشتغل يعني؟ مش على البوسة، حرف الكاف. لا على الكاف. انت ما شاء الله هذا الموضوع محاسمه مخلصه من زمان. أوكي. فالله يعطيك العافية. بالفعل اللولو ما بتخبى، وانت لولو مرجان ومش لازم تتخبى، لازم تطلع على كل المسارح. دكتور غاوي، شو رأيك اليوم بأداء سعيد طربي؟ مظبوط. اللي شد نظري يعني الموجودة بجيبته، وكل الوقت عم بقول لعل وعسى ما يكونش قاصص لجرافتة وحاطط كمانتها بجيبته، وعدا ذلك لعل وعسى انه غنى كويس. فلعل غالب العسى واللي عسى غالب العلى، سعيد دائما بغني كويس. ستمة شو بدك اوضح من هيك جملة؟ سعيد دائما بغني كويس. اليوم غنيت اكثر باحساس. هذا كان اكثر شيء لفت نظري. لعل وعسى اكثر شيء طبيعي لفت نظري اليوم في اداء سعيد طرابي عن باقي كل المرات. دائما كانت فعله سهل مرة، أعطى الأغنية كتير حقها من ناحية التفاعل العاطفي ومن ناحية تركيزه في أدائه وعدم انشغاله كثير بالجمهور وفي ردود فعلنا. فعلى هذا أنا بكتير بحييك سعيد على اليوم، أنك كنت كتير ملتزم ومركز في أداء الأغنية. كنت بنوه لقضية المواقع شوي عالقة اللي فيها سحبات الصوت، كنت تيجي عليها بعنف معين، كان تقدر تلونها اكثر، كان تقدر الاحساس. وقديش انا حاسس انه لازم ابوسها يعني. اوكي ممكن من الاحساس، بس احنا عم نعمل غناء يا حساس. انا برضه معروف بروح الفكاهه يعني. تفضل يا ست امل. انا قصدي انه تاني نانا دانا تا 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 تا. كنت تجيها بشوي بقوه، كان بامكانك انها تنساب افضل، تعمل فيها عربه حلوه. بس انا بحسك دائما مشتاق ترجع للقدود الحلبيه، بحس انه هداك بيتك انه اكثر. بس لازم تشتغل على كل الاساليب الموسيقيه حتى تقدر تتالق في الحفلات امام جمهور، في تسجيلات اذا انت مفكر تكمل كغناء. لكن اديت اليوم اداء جيد جدا، يعطيك الف عافيه. مش مفكر خلص، صرت دكتور غاوي رح نبدا معك اليوم. بلشنا تمارين وموسيقى وحطينا راسنا في الموسيقى. 14 دكتور غاوي. استاذ حسام 14 ست امل وانا موافقتين 14 لسعيد اكيد. إذن 42 من 45 هاد هو علامتك من لجنة التحكيم. توجه لكاميرتك، رقم تصويتك 32، اطلب التصويت من الجمهور. اسمحوا لنا بس شوي عشان نحكي مع الجمهور. 14000 بوسة مني لكم، و 55 مليون بوسة برضو مني للي صوتولي وخلوني لهون. وبدي أقرأ كمان مرة 55، إذا 45 مش مشكلة يعني، بس ما بنظلنا. وشكرا دكتور، وبحيي محمد بكري الفنان وبشكره انه دعمنا كل هاي الفتره ويعطيه العافيه. واهلا وسهلا فيك استاذ، وان شاء الله انا بكمل معك.